بعض الفرق الأوروبية عندما يكون لاعب عربي يفوزون باللقب. يعني مونبولي عندما كان محمد السوسي ومحمد ممدوح هاشم بعد 15 عاما كان صبحي سيود وربح الغربي. بعد 15 عاما لاعب رجع لاعبان عربيان فاز باللقب. ممكن فيشبرين اللاعب العربي الوحيد نعم في الفاينل فور نعم قادر على الهاي هذا ما نتمناه نعم. لكن شوف بلال النسخة السابقة سهلة جدا كانت لفيزبريم وهو المرشح في المباراة النهائية أنه يفوز باللقب. من كان يظن أن باردار يفوز بالنسخة السابقة كانت ترشيحات تنصب 70% إلى 30% لهذه الدرجة أنا أقول لك. نعم. يحيى عمر لم يكن متأكد أنه سيلعب لأنه كان مصاب. من هو عفوا؟ يحيى عمر اللاعب الدولي المصري. نعم. كان له شك في الكوفيد الحمد لله موجود. تحدثنا صبح ولم يكن متأكد أنه سيلعب. الحمد لله. نتمنى دائما نشوف اللاعبين العرب مثل ما شفنا المصريين والتوانسة والجزائريين يعني هذا هؤلاء يعني دائما ما يبرزون ودائما قادرين على تحقيق. فعلا الألقاب هذه القوية جدا على مستوى كرة اليد. ورائعة سارابيتشا يعيد الفارق بست أهداف. بوروزان يحيى يوصلها ليا يترك الأفضلية الحكم وماركوتشا بعد تمريرة رائعة من عمر يحيى. هل هناك دقيقتين على ساندرس أغوستين يخرج المرة الثانية ساندرس أغوستين لمدة دقيقتين وكيل سيبدأ الشوط الثاني ناقص عدديا شاهد القوي على أنا أتساءل أيضا مثل الجمهور الرياضي يعني فيشبريم هذا الموسم يلعب بيحيى عمر أساسي أمام توني سين النرويجي وصيف بطل العالم ولعب كبير أمام ماكيدا بطل أوروبا مرتين يحيى عمر افتكى مكانه اليوم أرى يحيى عمر على الدكة أوكي ربما كان له كوفيد أو لكن يحيى عمر قيمة ثابتة لماذا المدرب يخير في المباراة الكبيرة أن يلعب بلعب يعني اسم بين ظفرين لكن يحيى عمر على مستوى الإحصائيات أفضل من توني سان وأفضل من مكاد شوف هو صحيح لاعبنا وتمنينا أن نشوفه من بداية المباراة أساسي لكن أنا أعتقد يمكن أتفق مع السيد ديفيدز أن مكيدا أكثر خطورة في مثل هذه المباريات مكيدا من نوع اللاعب الماكر اللاعب اللي ينرفز الفريق الآخر ترى هو يعتمد على خبرة قوته مكيدا في الدفاع أكثر من الهجوم نعم مكيدا أيضا في الهجوم كابتن بلال هو ينرفز الفريق الآخر هو يستفز اللاعبين الآخرين فلذلك هو عارف نوعية مكيدا ولذلك أشركه في بداية المباراة كلاعب خبرة في النهايات بسرعة كيل بأربع مدافعين لكايا يلعبها في الجهة اليسرى يجب يلعبها بسرعة تصل الكرة للجناح ماركوش الرائع في الشوط الأول يسجل هدفه الخامس الدولي السلوفيني يقلص الفارق يلعبها بسرعة تمريرة رائعة من يحيى عمر الدولي المصري واستغلال جيد للنقص العددي بأربع لاعبين لكيل في الدفاع وبيكلير لا يضيع أمام الحراس تمريرة رائعة من يحيى عمر يجد فيها الدائرة الذي يدخل الدائرة ثاني لكاي في عملية واحد ضد واحد من زارابيتشا يسجل هدفه الثالث السلوفيني أين الدفاع؟ أين الدفاع فيشبريم؟ نيلسون يسجل على مستوى الدائرة رائعة من الدولي المصري يحيى عمر يجد نيلسون على مستوى الدائرة يحتاج يحيى يمرها لباركوشا حاولة المرور أمام فينشيك تسديدة رائعة من الدولي المصري يحيى عمر يسجل هدفه الأول في الفاينل فور بطريقة رائعة يستطيع أن يعطي الإضافة يحيى عمر في الجهة اليمنى شاهد دخول موفق ليحيى عمر بالمعصم يعكسها في الجهة اليسرى على نيكراس لاندين بوروزان في الجهة اليسرى يدخل الجناح مانوسكوف أو مانوسكوف يحيى رائع من يحيى الثاني لعمر يحيى يخلص الفارق لثلاث أهداف لفيشبريم تسديدة صاروخية
لم يشاهدها. نيكراس لاندين رائعة من المصري حقيقة، مستقبل واعد ورائع ليحيى عمر. بوروتان يدخل كدائرة ثاني، يحيى عمر يلعب مع ليكاي، يعود يحيى، يعود رائعة من يحيى، يمررها لموراليس، رائعة من يحيى عمر في التمرير، يجد فيها البرازيلي ليكاي، يتقطع مع يحيى عمر، يمر من دوفنياك، هذان من دقيقتين، ويحيى عمر يصر بمجهود فردي يسجل هدفه الثالث. يا له من دخول، يا له من لعب، يا لها من جرينتا اللي يحيى عمر شاهد يمر من الأول، وحوضية أمام بيكلير أمام لاعبين المصري، يتفوق ويسجل الهدف الثالث له في هذه المباراة. يا له من دخول ليحيى عمر في هذه المباراة. ماكسيس أرينا، والتعادل يأتي من البيلدوزير، البيلدوزير المونتينيغري هذه المرة على الثبات في القائم الأول، يعدل النتيجة 24-24. بوم با 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 با، وكرة الأسبقية في يد ليكاي، ويحيى عمر في الجهة اليمنى، يحيى مرة لمرقيش، مرقيش يعطي الأسبقية لفيش فريم. السيناريو المتوقع في الشوط الثاني بعد ما كان متأخر بخمسة أهداف، فيش فريم يعود يعدل النتيجة ويأخذ الأسبقية على كيل بفضل دخول لك. قاعة المفاجآت، قاعة السيناريوهات العجيبة الغير متوقعة. يحيى يا يحيى يا يحيى يحيى، يمررها لبوروتان في الهواء، السادس لبوروتان بعد عمل جيد وأسيس مميز ليحيى عمر، والأسبقية بأربع أهداف كاملة لفيش بريم في هذا الشوط الثاني. المجنون، المجنون لفيش بريم. تغيير المركز بين زارابيتشا وساندرسا، شرابي لعب سلبي، والكرة تضيع تضيع، والهجمة المرتدة، ليس هناك حارس، ويحيى عمر يخلص ويعدل النتيجة. اختيار سيء في الهجمة المنظمة لكيل، وفيش بريم يعدل النتيجة عن طريق المخضرم الرائع المميز يحيى عمر بدون حارس. والشوطين الإضافيين لكاي، يحيى عمر يضعها في الزاوية البعيدة، كم أنت رائع يا عمر، يأخذ المسؤولية لا يخاف، يفتح باب التسجيل، لا يطرح على نفسه الأسئلة. يحيى عمر مباشرة التقاطع مع ليكاي، يأخذ التسديدة في الزاوية البعيدة، إمكانية البدنية تسمح له أن يأخذ التسديدة، فوقها يتصدى، سرعة الذراع وقوة المعصم ليحيى عمر. تفوق عددي في الجهة اليمنى، يستغلها جيدا فاينهارد. يحيى عمر يسحب دوفنياك، مرة لليكاي، رائعة من يحيى عمر، العمل التيمبو التوقيت القوي من يحيى عمر، يسمح لليكاي يسدد بدون مضايقة ويضعها في الزاوية البعيدة لكاي. هدفين فاينهارد مع بداية هذا الشوط الأول الإضافي. يحيى عمر يمررها لماركيش، رائعة من يحيى، يجد فيها سبع أمتار مع دقيقتين على فاينهارد، على فينتشيك، يخرج فينتشيك، يخرج فينتشيك لمدة دقيقتين بعد تدخل. أداء رائع ليحيى عمر الذي قدم شوط ثاني رائع رغم خسارة فيش بريم. نعم، أعتقد أنه اليوم يحيى عمر برهن أنه لاعب واعد، لاعب لديه إمكانيات بدنية. ليس لاعب واعد، هو لاعب كبير لأن يلعب في الهايلر. لا واعد، لأنه عمره 21 سنة. 23. 23 سنة. ومكتوب 21 سنة. 23 سنة. أعتقد أنه بهذا السن تلعب مع فيش بريم. هو بقي يعني احتياطي مع الزمالك، مع المايسترو يعني أحمد الأحمر، تعلم على أحمد ستايل آخر حميد. لكنه لكن عندما تشاهد يحيى عمر يلعب، يعني كأنه من زمان يلعب في تشامبيونز ليج، من زمان يلعب الفاينل فور، له شخصية أيضا، ليس أول فاينل فور يلعبه يحيى عمر. يعني إمكانيات بدنية، ذكاء في اللعب، هدوء،
لا يتسرع، لا يرتكب الأخطاء، يلعب مع الدائرة، سريع في عملية واحد ضد واحد في الجهة الخارجية، يلعب مع الجناح، لعب متكامل. أعتقد أن اليوم ديفيد ديفيس ارتكب خطأ في الشوط الأول عندما بدأ بماكيدا في الجهة اليمنى، تأخر في إقحام يحيى عمر في الشوط الثاني. شاهدنا عندما دخل هو وليكاي، أعطوا ديناميكية، أعطوا سرعة، أعطوا حلول في هجوم فيشبريم، تنوع اللعب، أصبح أكثر سرعة، أكثر حلول، أكثر تنويع. فأعتقد أنه يحيى عمر سيكون لاعب أساسيا في تشكيلة فيشبريم في المستقبل، وربما يكون في تشكيلة الأول ستار تيم لبطولة العالم. استاهل استاهل استاهل. تونسين وصيف بطل العالم على البنك، ما كده بطل أوروبا على البنك، ويحيى عمر يلعب ما شاء الله. يعني عندما تشاهد يحيى عمر أعتقد أنه يستحق أن يكون أساسيا، ويترك ماكيدا وتونسين وكل اللاعبين الكبار في الدكة الاحتياط، لأنه لم يرتكب أخطاء، كان حاسما، يلعب بطريقة نظيفة. نعم. وشاهدناه حتى يدافع في مركز رقم 2 في دفاع فيشبريم.